بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يتقدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك بدولة كازاخستان للشعب المصري العظيم بالتهنئة بهذا الاستفتاء الكبير الذي يؤكد على المسار الديمقراطي لمصر، والذي يؤكد على الثقة الكبيرة في كافة مؤسسات الدولة حرصا منا على دفع تقدم مصر وازدهارها. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفق مصرنا الغالية إلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.